لكن الحالات اللي سمعناهم ليش دائما بنلاقي الامهات والاخوات هن اللي بيتورطوا بهذا الموضوع، وكانه عاتق الزفاف يعود على الام او الاخت، يعني هي اللي بتتكفل في هذه المصاريف؟ لان خطوه زي دي راغده اكيد ما فيش حد هياخدها الا بالعاطفه، يعني لو حد فكر مره او اتنين مش هياخد هذه الخطوه، وبالتالي تلاقي الامهات هم اللي بيعملوا كده، او الاخوات انا هضمن اخويا، ده انا اخويا غلبان، يعني حتى سمعتي الردود اللي كانت صح. بتقول ايه، فبتبقى بتدفعها العاطفه. وكويس قوي ان احنا جينا في الحلقه دي علشان نقول يا جماعه ما حدش فعلا يمضي على وصل امانه، لان وصل الامانه ده لما بتتحول للقضاء بتبقى قضيه جنائيه، وبالتالي والقانون لا يحمي المغفلين. الحقيقه احنا عايزين نقول الطيبين هنا، الناس الطيبه، لانه شو ما كانت النتيجه طبق القانون عليا وعلى والدتها حقيقي، يعني والدتها الكبيره بالسن والمريضه لا خلاص، ما القانون هيطبق، وبالتالي ابدا ما حدش يضمن حد بوصلات امانه، وما حدش يمضي على نفسه على وصلات امانه. والكلمه اللي احنا قلناها ان احنا ده فرح، ما نخليش الفرح يسرق فرح عمرنا كله. صحيح. 14 سنة عايشت في السجن ما شافتش بنتها، طب ايه هنا بقى بنقول يا جماعة يا مسؤولين، عايزين تشريع يلغي وصل الأمانة في التقسيط، عايزين نفعل اللي احنا بنقول القرض العادل. القرض العادل ده هيخلي الناس اللي رايحين البنك، اي بني ادم عايز يشتري حاجه هيقدر يشتري، ياخد الفلوس من البنك من غير ضمانات. القرض العادل ده عباره عن فلوس بحطها كوديعة نسبه من القرض، وبالتالي ده هيحل هذه المساله. وتاني هنعيد ونكرر، عايزين تشريع يلغي ان وصلات الامانه تخلي الناس اللي هم اصحاب التقسيط يستعملوها، يعني تلغى تماما، ما يستعملوهاش وصلات الامانه. صح بحالات استثنائيه وبمثل هذه الظروف يكون في تشريعات خاصه لها مثل ما عم بتقولي.